محلية المتمة قرية المكنية بتاريخ نوفمبر 1957 نشأ وترعرع بمسقط رأسه محلية المتمة قرية المكنية. التحق اللواء الركن كمال عبد المعروف بخلوة الشيخ حامد بعصا وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المكنية والمتوسط والثانوي بمدينة شندي. التحق بالكلية الحربية في العام 1978 الدفعة 29 التي نال منها دبلوم العلوم العسكرية في مايو 1980، كما التحق بكل الدورات الحتمية الداخلية والخارجية للمشاة. نال بكالوريوس العلوم العسكرية والإدارية من جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ونال ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وزمالة الحرب العليا من الكلية نفسها. وقد التحق اللواء الركن كمال عبد المعروف بمركز جنيف للسلام حيث تلقى دورات كبار القادة الاستراتيجية ودورة السياسات الأمنية والاستراتيجية. نال دبلوم الدراسات الاستراتيجية من جامعة الزعيم الأزهري ثم ماجستير العلوم والدراسات الاستراتيجية من نفس الجامعة، ويحضر الآن لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة كريري. العمل العسكري. عمل اللواء الركن كمال عبد المعروف خلال مسيرته العسكرية معلما بمدرسة ضباط الصف بجبيت الكلية الحربية، وقائدا لحامية تركاكا، وقائدا لكاجوكاجي، وقائدا لمتحرك الأنفال بالاستوائية، وقائد ثاني لواء إدارة القيادة العامة، وملحقا عسكريا مقيما بجمهورية الصين الشعبية، وملحقا عسكريا غير مقيم بكوريا الجنوبية والشمالية وفيتنام. شغل منصب مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع وقائد الكلية الحربية السودانية. إبان الهجوم الغادر من قبل دولة جنوب السودان على مدينة هجليج، تم تعيينه قائدا للفرقة 14 مشاة في هجليج، حيث قاد مسيرة النصر الظافرة على الأعداء. يشغل اللواء الركن كمال عبد المعروف حاليا قيادة الفرقة 16 مشاة والمسؤولة عن تأمين البترول بمنشآته في السودان. متزوج وله 3 أولاد وخمس بنات. المطار مهمن تماما، من امبارح بدأت حركة الطائرات واستقبلنا، والآن هنالك عمل تأميني جاري ونحن نندفع الآن. حتى المساء احنا استلمنا الشهيد الفاضل بعد معركة شرسة وولوا الدبر، وظنكم هسي على مقدمكم الأسرى يجمعوا فيهم من الغابات الناس الشاتين. كتيبة كان جابوها والمبارح وشتتت تماما، دمرنا عرباتها وفيها قتلة، وديل باقي الكتيبة ما تبقى منها بيجمعوا فيها في التأمين. نحن الآن إن شاء الله قواتنا مضطرقة للأمام، ما بعد الشهيد الفاضل للتشويه الحدود الدولية لابد أنه نحن نرد الصاع صاعين، ونحن جاهزين. هذا المتحرك إن شاء الله يصل لعمق العدو ويعمل فيهم بيان بالعمل إن شاء الله. نحن إن شاء الله يعني نؤكد لكم أن هذه المسيرة إن شاء الله وهذه الصفحة وهذا الهم الذي ظل يراودنا سننتهي منه إلى الأبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغبر شهدائنا وأن يعجل بالشفاء العاجل لجرحانا، وكل الذين شاركوا في هذا العمل الكبير هذا هو واجبهم، وهذا هو السودان، وهؤلاء هم رجال السودان. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.